مجتمعنا بنخبة طيبة من معلمي ومدرسي ملاك أقليم كردستان من أهالي محافظة نينوى وبالتحديد من المكون العربي. وأنا يعني بكل فخر أؤكد بأنه سعينا مع نخبة من ممثليهم وبالتعاون مع رئاسة أقليم كردستان وبالتحديد الرئيس نيشدفان البارزاني وكذلك الإخوان في الفرع 14 لحزب الديمقراطي الكردستاني تمكننا من إعادتهم إلى الوظيفة بعدما تم يعني فصلهم وعددهم 130 معلم ومدرس كانوا يعني يزاولون أعمالهم ومهنتهم في مناطق التابعة لمحافظة نينوى، والحمد لله الآن هم يمارسون ويباشرون أعمالهم في ملاك حكومة أقليم كردستان بعدما تمت إعادتهم إلى الوظيفة. كنا يعني عامل تسهيل لهذا الأمر باعتبار أنه كان استحقاقا قانونيا، وعودتهم بعدما تم فصلهم هو يعني إحقاق للحق، وكذلك وجودهم بالأساس هو تعزيز للتلاحم الأخوي بين الكرد والعرب، وأيضا وجودهم يعزز من يعني فرص وأساسيات التعايش السلمي. وبالتأكيد أنا أفتخر بأنه كنت من ضمن الذين يعني كان لهم يعني الدور الأبرز في تحقيق هذا الإنجاز، ولهذا اليوم سعيد جدا بأنه تم تكريمنا بهذه المناسبة، وهو تكريم لحكومة الأقليم وتكريم للأخوة في الفرع 14 لحزب الديمقراطي الكردستاني، وتكريم لكل أهالي نينوى باعتبار أنه كان هذا أمر لا بد منه. وبالتأكيد اتفقنا معهم على الاستمرار والتواصل، وأيضا لاحقا إمكانية بل بالتأكيد يعني الحصول على أيضا رواتبهم المدخرة، حالهم حال موظفي أقليم كردستان. كان لقاؤنا يهدف إلى تكريمه بدرع الإبداع نتيجة سعيه الحثيث في إعادتنا إلى وظائفنا. في الحقيقة نحن مجموعة من المدرسين متعينين على حكومة إقليم كردستان، تم فصلنا منها الوظيفة نتيجة ظروف داعش، والآن وبعد متابعة حثيثة من الأستاذ الفاضل الأستاذ بشار الكيك المحترم تم إعادتنا إلى وظائفنا والحمد لله. في الحقيقة عددنا كان يتراوح ما بين 132 مدرس إلى 135 مدرس متفرقين على مجموعة من التربية الفرعية، تربية السميل وتربية الكيف وتربية باردرش وتربية زمر. باشرنا في الشهر الرابع عام 2019. احنا مدرسين معلمين على اقليم كردستان، احتفلنا وجينا كرمنا الاستاذ بشار الكيكي لأن كان لواء الفضل في إرجاعنا إلى وظائفنا.